السلام عليكم أعزائي المتابعين معكم المهندس ياسين اسماعيل من قناة عربيتك رح نحكي بفيديو اليوم عن كيفية إيقاف التنزيل التلقائي للوسائط في برنامج تليجرام سواء كان هذا البرنامج على جهاز الحاسوب مثل المظاهر أمامكم أو حتى على تطبيق الجوال بداية جميع نسخ التليجرام تمتلك هذا الخيار واللي هو الثلاث خطوط بالضغط عليه رح تظهر مجموعة من الإعدادات أنا بهمني منا خيار السيتنج نضغط عليه فتظهر أيضا مجموعة من الإعدادات الأخرى وكونوا انتم عم تستخدموا نسخه الجوال راح يظهر معكم في الاسفل هون خيار اسمه البيانات والتخزين اما عندي على نسخ اللابتوب فراح يظهر عندي خيار ادفانسد بالضغط عليه راح ننتقل الى نفس الخيار اللي حكيت عنه من شوي واللي هو البيانات والتخزين والان انا رح انتقل الى هذا الخيار الموضح هون واللي هو automatic ميديا download اي التنزيل التلقائي للوسائط وهو مصنف الى ثلاث اصناف الاول بيحكي عن المحادثات الخاصه اي المحادثات الفرديه مع الاصدقاء والاقرباء اما الثاني بيحكي عن الجروبات يعني في حال انا منضم لجروب بدي الغي تنزيل هذه الوسائط او لا بالاضافه الى القنوات رح اذهب الى كل خيار من هون ومن ثم قوم بإلغاء تفعيل جميع الخيارات الموضحة هون وهذه الخيارات بتحكي على التنزيل التلقائي للصور والملفات الملفات تعني جميع الفيديوهات ومستندات البي دي اف أو حتى الوورد بالإضافة إلى الفويسات أما الخيار الثاني فهو خاص بالتشغيل التلقائي للبيانات المحملة ضمن القناة أو المحادثة الشخصية أو حتى الجروبات وبالضغط على سيف رح يتم حفظ الإعدادات بهذا الشكل وكذلك نقوم بتكرار الخطوة السابقة على الجروبات بهذا الشكل وأيضا على القنوات بهذا الشكل وبعد الانتهاء رح يتم ضبط الإعدادات وفقا للخيارات اللي انت حطيتها وبالنسبة للجوال رح يقوم بإظهار خيارين أول واحد هو الاتصال بالبيانات والثاني هو الاتصال بالواي فاي هون بيقوم بتحديد إيقاف التنزيل التلقائي في حال أنت كنت متصل بالبيانات الخاصة بجوالك أو حتى عن طريق شبكة المنزل اللي هي واي فاي ونقوم بإلغاء تفعيله مثل ما شفنا من شوي هون الآن بقي لدينا هذا الخيار وهو بيحكي عن انه في حال تم ادراج صوره او اي نوع من انواع الملفات ضمن قناه او محادثه فرديه او حتى ضمن جروبات فهو رح يسالني انت حابب تنزلها ولا لا في حال انت ما بدك هذه الميزه بتقوم بالغاء التفعيل مثل المظاهر هون اما اذا بدك هذه الميزه فبتضغط على هذا الخيار وهلق اي صوره بتنزل او ملف رح يسالني اذا انا حابب نزله او لا والان بعد ضبط الاعدادات الموضحه هون رح قوم بالضغط على خيار اكس ومن ثم الذهاب الى اي قناه انا عندي اياها موجوده على التليجرام والبحث عن اي ملف او فيديو وتحديده ومن ثم اعاده توجيهه الى الجروب اللي انا انشاته بالفيديو السابق واللي هو افكار وخواطر وبالضغط عليه رح يظهر بهذا الشكل ومن ثم ارساله فمنلاحظ سواء انه هو ما تم تحميله بشكل تلقائي وبالضغط على هذا الخيار الموضح هون تبدا عمليه التنزيل وهذا الشيء رح يتم تطبيقه بالنسبه لجميع الوسائط الممكن ارسالها على تطبيق تليجرام وهيك بنكون وصلنا لنهايه فيديو اليوم بتمنى يكون عجبكم في حال وجود اي استفسار حطوا لنا اياه بالتعليقات وما تنسوا تدعموا القناه بالضغط على ازرار الشير والشكر واللايك والاشتراك وتابعونا بالفيديوهات القادمه بحلقات وافكار ثانيه الى اللقاء